الرئيس السيسي يشهد أداء اليمين لرؤساء محكمة النقد ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة. إدارة الحوار الوطني تعلن التشكيل الكامل لمجلس الأمناء. قمة مجموعة السبع تؤكد التزامها بالوحدة في دعم أوكرانيا. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. تحية لكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حلف اليمين لرؤساء محكمة النقد ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة. من جهة أخرى، استقبل الرئيس السيسي وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، حيث تم بحث سبل دعم العلاقات الثنائية خاصة على المستوى الاقتصادي. قرار رئيس جمهورية مصر العربية منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للسيد القاضي عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقد السابق، تقديرا لخدماته الجليلة للدولة. منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للسيد المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيس مجلس الدولة السابق، تقديرا لخدماته الجليلة للدولة. منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للسيد المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، تقديرا لخدماته الجليلة للدولة. قرار رئيس جمهورية مصر العربية يعين السيد القاضي محمد عيد محمد محبوب رئيسا لمحكمة النقد. أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين. يعين السيد المستشار عادل فهيل محمد عزب رئيسا لمجلس الدولة. أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم القوانين. يعين السيد المستشار محمد بكر رئيسا لهيئة قضايا الدولة. أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالشرف والأمانة وأن أحافظ على إصدار الدولة وأن أحترم الدستور والقانون. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد على دور محكمة النقد ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة في إرساء العدالة، مشدداً سيادته على مواصلة تلك المؤسسات والهيئات القضائية الشامخة في أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي لأبو ظبي القابضة والسفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة الشيخ عبد الله بن زايد إلى مصر، طالبا سيادته نقل تحياتي لأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، حيث أكد السيد الرئيس خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية الممتدة عبر عقود منذ عهد المغفور له الشيخ زايد آل نهيان، والذي ساهم في ترسيخ تلك العلاقات المصيرية التي انعكست في التنسيق الوثيق بين البلدين الشقيقين، مثمنا سيادته مواقف الإمارات الداعمة لمصر في العديد من المحطات التاريخية المفصلية. من جانبه، أعرب الشيخ عبد الله بن زايد عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، ناقلا للسيد الرئيس تحيات سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، ومؤكدا الحرص على تعزيز وتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين ويعزز الأمن والاستقرار للمنطقة، خاصة في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعاظم فيها التحديات. أوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خاصة على الصعيد الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الإماراتية في عدة مجالات في مصر، لا سيما قطاعة الطاقة والنقل والموانئ والسياحة. كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد السيد الرئيس
على أهمية وحيوية الدور الذي تقوم به دولة الإمارات وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، بينما سمن وزير الخارجية الإماراتي دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيدا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بالعمل العربي المشترك. أعلنت إدارة الحوار الوطني التشكيلة الكاملة لمجلس أمناء الحوار من 19 عضوا، وذلك بالتشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في هذا الحوار. وجاء التشكيل ليعبر عن المشاركة الفعالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار وبما يخدم صالح المواطن المصري. كما أشارت إدارة الحوار إلى أنه ستتم دعوة مجلس الأمناء لاجتماعه الأول خلال أيام قليلة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أستاذ جمال، بعد تحية، قراءتك لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني وأبرز الخطوات القادمة بعد إعلان التشكيل بشكل خاص من حيث الملفات والأولويات بما يخدم مصلحة المواطن المصري في الأساس. يعني مساء الخير على حضرتك والسادة المشاهدين. خلينا نقول انه التشكيل للوهلة الاولى يؤكد ان هناك يعني قامات كبيرة في ضمها مجلس الامناء كل في تخصصه، بانوراما مهنية وفنية وادارية، ذوي خبرات طويلة في مجالات عديدة مثلما تم يعني تقديمهم أو مثلما هم بالفعل. الأمل معقود على أن تتوج هذه الاختيارات بنتائج يعني قوية، نتائج تصب في مصلحة الدولة المصرية الوطنية. الحوار مفتوح، الحوار منذ أن أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي 26 أبريل في إفطار الأسرة المصرية، ولدينا مصابيح تضيء بأن هناك شيء ما قادم في الأفق يصب في المصلحة العامة، يصب في مراحل بناء الدولة وتحديات كبرى عالمية ودولية. نحن أمام يعني شغف كبير جدا من كل القوى السياسية للمشاركة في هذا الحوار. مؤشرات تؤكد أن هناك بالفعل انفتاح سياسي قادم يسع الجميع ويعبر عن الجميع ويفتح مساحة للمشاركة ووجود الجميع في هذه المساحة لخدمة الدولة المصرية. نعم، برأيك أستاذ جمال وفي ضوء ما ذكرت، يعني كيف يمكن أن تكون الخطوة التالية بعد تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني؟ أبرز الملفات التي ستناقش خلال المرحلة القادمة بما يخدم مصلحة المواطن، وهذا هو الهدف والأولوية الأولى من الحوار الوطني.
خلينا نقول انه يعني قرار التشكيل صدر منذ يعني ساعة تقريبا، ويعني هناك منسق عام هو الاستاذ ضياء رشوان وامين عام المستشار محمود فوزي، ولديهم تفاصيل اكثر وهو هما المنوط فيهما الحديث في تفاصيل الملفات، ولكن الامل معقود ان تصب كل مخرجات الحوار في جميع المجالات المهمه الحيويه الفاصله لخدمه المجتمع والدوله المصريه. نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، شكرا جزيلا لك. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشاريع الاستثمارية لصندوق مصر السيادي، وخلال الاجتماع عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الموقف الحالي في مجالات التعاون المختلفة مع الصناديق السيادية العربية، وتناولت آخر المستجدات المتعلقة بتعاون صندوق مصر السيادي مع كل من شركة أبو ظبي القابضة وصندوق الاستثمار العامة وصندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز قطر للاستثمار والصندوق السيادي البحريني وعدة جهات أخرى. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات رئاسية بتطهير وتطوير البحيرات على مستوى الجمهورية تعظيما لعائد إنتاج الثروة السمكية ولرفع جودتها البيئية. جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير بحيرة المنزلة ومحيطها، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وقد استعرض مدبولي مقترحات استغلال البحيرة ومحيطها، وذلك حفاظا على ما تم من أعمال تطهير وتكريك وسعي لزيادة حجم الثروة السمكية الناتجة عنها، إلى جانب تطوير الموانئ والمراسي للصيادين وخلق تجمعات عمرانية وسياحية تسهم في رفع المستوى الاقتصادي للمواطنين القاطنين حولها. أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة التعليمية بشكل متكامل بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة، وذلك لإعداد الكوادر المؤهلة بكافة القطاعات وتوعيتهم بمختلف التحديات التي تواجه الأمن القومي. جاء ذلك خلال احتفال القوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من أكاديمية نصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي احتفال القوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان، واللتين ضمتا الدورات رقم 45 من كلية الحرب العليا والدورة رقم 51 من كلية الدفاع الوطني والدورة رقم 23 للتأهيل العسكري لقيادة التشكيلات التعبوية، كذلك الدورات رقم 71 أركان حرب عام والدورتين رقم 43 و44 أركان حرب تخصصية، وذلك بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. وضمت تلك الدورات عددا من الدارسين المصريين العسكريين والمدنيين وعددا من الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة. بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، عقب ذلك عرض فيلم تسجيلي عن أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان، تناول الإسهامات العلمية والبحثية التي تقدمها الأكاديمية وكلية القادة والأركان، وقام رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة بإعلان نتيجة التخرج للدورات المختلفة بكل من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان. عقبه إعلان مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة قرار منح الدرجات العلمية وتقديم الأنواط لأوائل الخريجين. وقام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة بتقليد أوائل الخريجين نوط تدريب من الطبقة الثانية وتوزيع شهادات التقدير للمتميزين تقديرا لتفوقهم خلال مدة دراستهم بالأكاديمية وكلية القادة والأركان. وفي نهاية الاحتفال ألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للخريجين، كما هنأهم على ما حققوه من إنجازات طوال مدة الدراسة، وأوصاهم بضرورة استكمال سعيهم إلى العلم والمعرفة، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة التعليمية بشكل متكامل
بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لإعداد الكوادر المؤهلة بكافة القطاعات وتوعيتهم بمختلف التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري. كما أشار إلى أن القوات المسلحة المصرية أصبحت قوات عصرية حديثة تحتل مكانة مرموقة بين جيوش العالم بما تمتلكه من كوادر بشرية مدربة وتسليح متطور يمكنها من الوفاء بمسؤولياتها ومهامها للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته. نجحت الدولة على مدار 8 سنوات في وضع خطة تطوير شاملة ضمت كافة أفرع القوات المسلحة المصرية، كما نجحت في إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في تسليح القوات المسلحة تضمنت توطين العديد من الصناعات العسكرية، فضلا عن تنظيم معرض أديكس للأسلحة الدفاعية للمرة الأولى في تاريخ مصر. فلتعلموا أن شرف خدمة هذا الوطن العظيم لا يدانيه شرف، وأن التضحية في سبيل أمنه واستقراره وكرامته هي واجب على أبنائه المخلصين. من أجل الحفاظ على أمن الوطن والمواطن وضعت الدولة خطة تطوير شاملة لرفع كفاءة القوات المسلحة، وبخطوات غير مسبوقة وفي تطور نوعي كبير على كافة المستويات شهدت القوات المسلحة العديد من التطورات المهمة، بداية من تنويع مصادر التسليح وتوطين العديد من الصناعات وتنفيذ العديد من التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة، مما ساعد على رفع تقييم الجيش المصري إلى مراكز متقدمة بين جيوش العالم. ولتعلموا أن القوات المسلحة هي مؤسسة وطنية عريقة آلت على نفسها منذ القدم أن تصون هذا الوطن وتحمي مقدرات أبنائه، وإنها مؤسسة ذات تقاليد عسكرية راسخة تقوم على الكفاءة والفاعلية والانضباط والفداء والولاء التام للوطن. ففي مجال رفع القدرات القتالية وتسليح القوات المسلحة بأحدث معدات القتال، نجحت الدولة في إبرام العديد من صفقات السلاح، وكان من أبرزها التعاقد على مجموعة من الطائرات المقاتلة من طراز رافال مع فرنسا، وفرقاطات بحرية متعددة المهام من طراز فريم التي أصبحت تصنع في الترسانة البحرية بالإسكندرية، وزوارق سريعة إيطالية الصنع، إضافة إلى امتلاك مصر للمرة الأولى في تاريخها حاملتي مروحيات من طراز ميسترال، والتي تمثل قوة هائلة متعددة القدرات ومتنوعة المهام في المنظومة القتالية للبحرية. كما تم تسليح البحرية بالغواصات الألمانية طراز 209400، وهي الأحدث والأكثر تطوراً في عالم الغواصات، بالإضافة لتدبير عدد من لانشات الصواريخ المتطورة واللانشات السريعة. وقامت القوات المسلحة بإنشاء عدد من القواعد العسكرية التي تحمل أهمية استراتيجية كبيرة لتحقيق الأمن والاستقرار للدولة، ومن بينها قاعدة محمد نجيب العسكرية، والتي تعد أول قاعدة عسكرية متكاملة على أرض مصر، فضلاً عن قاعدة 3 يوليو العسكرية وقاعدة برنيس العسكرية. كما تعتمد القوات المسلحة خطة تدريب واسعة تؤكد قدرة وقوة وكفاءة المقاتل المصري، ومن بينها تدريبات النجم الساطع وحماة النيل ونسور النيل ودرع العرب وزايد 1 و2 و3 وجسر الصداقة وسيف العرب وميدوزا ومرجان. وضمن منظومة التطوير التي تتبعها القوات المسلحة تم تنظيم للمرة الأولى في تاريخ مصر معرض الدفاع الأول إيديكس 2018، كما تم تنظيم النسخة الثانية من المعرض عام 2021، والذي لاقى مشاركة دولية واسعة، وهو ما يؤكد على القوة العسكرية للدولة المصرية.
وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا السيد اللواء دكتور محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. سيادة اللواء بعد التحية، أحد أهم منجزات الجمهورية الجديدة هو دعم وتطوير كفاءة القوات المسلحة، كيف ترى إنجاز الدولة في هذا الملف الحيوي خاصة في ظل التحديات التي يشهدها الإقليم؟ لا شك ان قوات المسلحه شهدت خلال الفتره الاخيره العديد من التطوير في كافه الاتجاهات، وخاصه زي ما تفضلت حضرتك قلت في اتجاه الكفاءه القتاليه بمفهومها الشامل. الكفاءه القتاليه ليست الامداد بالاسلحه فقط، ولكن هناك اهتمام بالتدريب ضد الانضباط، الاهتمام بالروح المعنويه للمقاتل ايا كان هذا المقاتل، التحديث في الأسلحة والمعدات والاستخدامات، التدريبات المشتركة، التجهيزات الهندسية والإدارية والإعاشة لكافة هذه القوات. وانت حضرتك تناولت هذا كله، الحقيقة أنا بلخصه تاني في اللهجة إن في اتجاه مجال التسليح إحنا تعاملنا مع العديد من الدول، وذلك لبناء لكافة أفرع الرئيسية للقوات المسلحة، القوات الجوية مع فرنسا ومع الولايات المتحدة الأمريكية، القوات البحرية برضو مع فرنسا ومع العديد من الدول، ألمانيا وإيطاليا. برضو في مجال الدفاع الجوي هناك تطوير قوي جدا في مجال الدفاع الجوي، وهناك أيضا المعارض الدولية التي تقام بنصف على رأسها إيدكس واحد وإيدكس اثنين الذي شاركت فيه العديد من الدول، وصل شهر 41 دولة في أحد إيدكس 2 وفيهم 373 شركة عالمية و256 وفد رسمي شاركوا في هذه المعارض. بالإضافة لشيء مهم جدا وهو الاهتمام بالصناعات الحربية المصرية خاصة في كافة المجالات، وده كان واضح جدا في التطوير، وفي تم عرضه من أسلحة ومعدات ومركبات ومضاعفات وحتى أسلحة الرادارات الكشف والطائرات المسيرة، وكل ده الحقيقة بيصب في مجال الحرب الحديثة أو المعاصرة والتي يعني بتشمل حاجة مهمة جدا الآن، وهي ما نطلق عليه أو من نسميه حرب المعلومات بمشتملاتها السبعة. الحمد لله قواتنا المسلحة كل ده الحقيقه بتتناوله وبتتناوله بكفاءه عاليه جدا، وده بيبقى واضح حتى من خلال التدريبات المشتركه التي تتم مع كافه الدول سواء كانت عظمى او صغرى او جزء او اشقاء او في المنطقه. كل هذا بيتعمل الحقيقه بيصب في صالح الكفاءه القتاليه وتطوير القوات المسلحه. نعم سيادة اللواء، يعني يمكن خلال التقرير تم ذكر أن قاعدة محمد نجيب العسكرية تعتبر أول قاعدة عسكرية على أرض مصر أو للقوات المسلحة، معنى ذلك يا فندم؟ الحقيقة قاعدة محمد نجيب يعني حتى زي ما تم عرضه في التقرير بنقول عليها قاعدة متكاملة بتشمل كافة عناصر القوات المسلحة بأفرعها الرئيسية بقدرة عالية جدا وبامتياز، وبتستخدم يعني في وخاصة في ميادين تدريب المجهزة بالنسبة للتدريبات التي تتم فيها، وده واضح حتى في من خلال التدريبات المشتركة التي بتتم وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول التي تشارك تحت مسمى النجم الساطع، ولا ننسى التدريبات المشتركة مع الدول العربية الشقيقة بالكامل وايضا مع السودان الشقيق، بالاضافه الى مجموعه دول الساحل والصحراء والتي تدافع وتقاوم الارهاب بشكل سوى. اذا من هذا المنطلق بنقول ان هذه القواعد او هذه القاعده بالذات تعتبر هي طبعا في الاول او هي كانت في البدايه، ولكن الحمد لله دلوقتي احنا عندنا العديد من القواعد العسكريه على كافه الاتجاهات، الحدود الغربيه فيه، على الاتجاه الجنوبي موجود، وطبعا هنا باكد ان كل هذه التطويرات وكل هذا التدريب وكل هذه القواعد ليس الهدف منها يعني نحن جيش رشيد، يعني في الاساس هو صيانه الامن القومي المصري بكافه مجالاته وبكافه اشكاله وكافه سوى. نعم. هو ده الحقيقه الهدف من الجيش. تفضل. نعم.
إذن هي نقلة نوعية غير مسبوقة في تسليح القوات المسلحة. السيد اللواء دكتور محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، شكرا جزيلا لك. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة من خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية واستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط عدد 392 عنصرا إجراميا بنطاق 23 مديرية أمن، والسابق اتهمهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل، وضبط معهم 228 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 99 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 736 قطعة سلاح ناري أبرزها رشاشان، 102 بندقية، و66 بندقية آلية، و36 مسدساً، و530 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، و80 خزينة، إضافة ل1132 قطعة سلاح أبيض. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 457,375 حكماً قضائياً، من بينهم 1644 حكم جناية، 168,013 حكم حبس، و224,296 حكم غرامة، و63,422 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 8 تشكيلات عصابية ضمت 30 متهماً قاموا بارتكاب 44 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 94 حادث ما بين قتل، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 124 متهماً، كما تم إعادة 4 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها،
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1178 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها قرابة 217 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وما يزيد على 1687.5 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر، وكمية من بذور القنب البانجو وزنت أكثر من 50 كيلوغرام، وكمية من مخدر الهروين وزنت ما يقرب من 35.5 كيلوغرام، وضبط قرابة 6 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو، إضافة إلى ما يقرب من 9 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 67462 قرص مؤثر و2620 قرصة ترامادول مخدر. كما تم إبادة 12 فدان منزرعة بنبات القنب البانجو، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 50 مليون جنيه. كما تم ضبط 7 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وكذلك تم ضبط قضيتي غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 44 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 410 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 55 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 7.5 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 47 طن. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 607 قضايا، من بينها 120 قضية خبز ناقص الوزن و118 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. تمنى حزب الإصلاح والنهضة تشكيل مجلس الأمناء الذي أعلنته إدارة الحوار الوطني، مؤكدا أن تنوع التشكيل وضمه لكافة التوجهات السياسية الوطنية بمثابة ضمانة أساسية لنجاح الحوار الوطني. وفي بيان له شدد حزب الإصلاح والنهضة أن الحوار الوطني يأتي في توقيت غاية في الحساسية، ويقدر كافة الجهود المبذولة لتهيئة الأجواء لنجاحه، داعيا القوى السياسية لأن تكون على قدر المسؤولية الوطنية المطلوبة لنجاح الحوار. أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل التزام الاتحاد الأوروبي بالوحدة في دعم أوكرانيا ماليا وسياسيا. على هامش قمة مجموعة 7 في بافاريا، أشار ميشيل إلى حاجة أوكرانيا إلى المزيد من الدعم، مؤكدا الالتزام بتقديم المزيد لكييف، وذلك بعد توفير ملياري يورو لدعم أوكرانيا بمعدات عسكرية. العنصر الأول الذي يمكنني أن أؤكد أننا سنناقشه في الساعات التالية هو الاقتراح الخاص بوضع آلية فنية لبحث التأثير على الخدمات المتعلقة بالنفط والنقل والتأمين، ونرغب في التأكد من الحصول على دعم الدول الأعضاء في حال المضي باتجاه العقوبات النفطية، لأننا نسعى لاستهداف روسيا وليس لجعل حياتنا أكثر صعوبة وتعقيدا. كما نؤكد التزامنا بالوحدة في دعم أوكرانيا ماليا وسياسيا، لكن أوكرانيا بحاجة إلى المزيد ونحن ملتزمون بتقديم هذا الدعم. أعلن أعضاء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى حظرا على واردات الذهب الروسي، حيث انطلقت قمة للمجموعة في منطقة الألب البافارية تخيم عليها الأزمة الأوكرانية وتداعياتها المختلفة من نقص الطاقة حتى أزمة الغذاء. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود تجديد العقوبات على موسكو. على الأرض يحسب للروس تقدم استراتيجي بالسيطرة على سيفيرودونيتسك، وبقاعات الاجتماعات يبحث الغرب في جعبتهم عن آليات اقتصادية جديدة تعرقل الأرتال العسكرية للعملية الروسية في أوكرانيا.
بريق الذهب جذب أنظار قادة الغرب هذه المرة لإقرار حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على روسيا تضرب صادراتها من المعدن النفيس. المعسكر الغربي وضع على طاولة اجتماعات مجموعة الدول السبع الكبرى بقيادة الولايات المتحدة تشديد العقوبات على روسيا في مجال تصدير الذهب في محاولة للتأثير اقتصاديا على موسكو. الخزانة الأمريكية أعدت قراراً يصدر الثلاثاء بحظر استيراد الذهب الجديد إلى الولايات المتحدة في خطوة تهدف إلى زيادة عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي. روسيا تنتج نحو 10% من الذهب المستخرج على مستوى العالم سنوياً، ورفعت حيازاتها من الذهب لثلاثة أمثال منذ أن ضمت شبه جزيرة القرم في عام 2014. الذهب الروسي يمثل أيضاً رصيداً أساسياً للبنك المركزي الذي واجه قيوداً في مجال الوصول إلى بعض الأرصدة المحجوزة في الخارج بسبب العقوبات. الخطوة الغربية ستدفع حتماً لحالة قلق بالغ بالأسواق العالمية لكون المعدن النفيس ملاذاً آمناً في مواجهة أي اضطرابات، ولعل في العقوبات الغربية التي طالت قطاع النفط ما يعضد من هذا القلق، حيث تسببت في زيادة أسعار المحروقات بإقرار من الرئيس الأمريكي نفسه. فهل فطن الغرب لموضع خطوتهم جيداً أم تدفعهم جرأة المواجهة مع روسيا لمزيد من موجات التضخم العاتية؟ أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها بقمة مجموعة السبع الكبرى تستهدف وبشكل مباشر الأثرياء الروس. وأضاف جونسون أن المملكة المتحدة وحلفائها يعملون على حرمان النظام الروسي من التمويل اللازم لعملياته في أوكرانيا. من ناحية أخرى، أبدى رئيس الوزراء البريطاني حماسا كبيرا لمشروع اقترحته فرنسا حول إنشاء مجموعة سياسية أوروبية ستتيح إعادة إشراك بريطانيا بأوروبا بعد بريكزيت، وذلك عقب لقاء جمع جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش القمة. نشرة التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. بايدن يقول إن واشنطن ستضخ 200 مليار دولار لتقليل الفجوة مع الدول النامية. أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن تعهد قمة مجموعة السبع بالحياد الكربوني، وذلك بحلول عام 2050. خلال مؤتمر صحفي أضاف شولتس أن مجموعة السبع تعتزم إطلاق استثمارات ضخمة في البنية التحتية بالدول الفقيرة. نحن أيضا سنزيد اللقاحات في إفريقيا، وألمانيا تعهدت ب 500 مليون يورو لدعم هذه المبادرة. كذلك نتعهد بالحياد الكربوني في 2050، ونحن ندعم تسريعا للفترة الانتقالية في الدول النامية حتى تصل إلى الحياد الكربوني. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مجموعة السبع تتخذ قرارات ذات تأثير كبير على مسار العالم لأجيال قادمة، مؤكدا العمل على مساعدة الدول النامية للتغلب على نقص البنية التحتية. وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة ستضخ 200 مليار دولار لتقليل الفجوة مع الدول النامية، إلى جانب ضخ استثمارات كبيرة في القطاع الصحي لمواجهة الجوائح. أمتنا ودول العالم يقف في لحظة تاريخية،
هناك ترابط أكثر من أي وقت مضى ما بين دولنا وشركاتنا، وهناك تحديات متسارعة تؤثر علينا جميعا، ولذلك إدارة الحاجات الطاقية وكذلك مواجهة التغير المناخي ومواجهة انتشار الأمراض. الخيارات التي نتخذها الآن ستؤثر على الأجيال المقبلة. هذه التحديات هي صعبة علينا جميعا. حتى الأمم التي لديها موارد مثل دول مجموعة السبع تواجه هذه التحديات، ولكن هذه المبادرة للبنى التحتية ستساعدنا على مواجهة الأوبئة والجوائح، وخصوصا تلك الدول التي تعاني أكثر بسبب الجوائح. انتهى مجلس الشيوخ من مناقشة 77 مادة من إجمالي 95 مادة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة، على أن يستكمل باقي المواد غدا الاثنين. خلال جلسته صدق المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مضابط عدد من الجلسات عقب عدم إبداء أي من الأعضاء ملاحظات عليها. جلسة جديدة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق استكمل خلالها مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. المجلس واصل خلال جلسته مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة بعد أن وافق عليه المجلس مبدئيا خلال جلساته السابقة، حيث تقدم عدد من النواب بمقترحاتهم. بالنسبة للمادة 19 هي خاصة بكيفية إدارة الهيئة الرياضية في حالة إسقاط عضوية كل أعضاء مجلس الإدارة. الحقيقة مشروع الحكومة ارتأى أن المدير التنفيذي هو اللي يقوم بتسيير الأمور بشكل عام، بينما اللجنة ارتضت تشكيل لجنة. الحقيقة أن أنا بؤيد رأي اللجنة، ولكن أقترح إضافة عضو قانوني لهذا التشكيل. في تعديل بسيط بس هنا، إن قرار تسمية مجلس التحكيم الرياضي يصدر من اللجنة الأولمبية، إحنا بنطلب التعديل ونقول إن هو يصدر من دولة رئيس مجلس الوزراء المصري. كما أكد عدد من النواب على ضرورة أن تعمل تعديلات مشروع القانون على تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بالمنشآت الرياضية لضمان ممارسة الرياضة بشكل أفضل. ما أريد أن أضيفه أن تكون الصيغة التالية: يتولى الاتحاد المصري للرياضة المدرسية جميع الأنشطة الرياضية في المدارس والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي وفقا للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المختص بالتربية والتعليم. هذا وانتهى المجلس من مناقشة 77 مادة من إجمالي 95 مادة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة، على أن تستكمل مناقشة باقي المواد خلال الجلسة القادمة. وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري، أكد عدد من النواب أن النشاط الرياضي يمثل أهمية كبرى خاصة من الناحية الاقتصادية، مشيرين إلى مشروع قانون الرياضة يتوافق مع المواثيق الدولية ويشجع الاستثمار الرياضي. كلنا مبتغانا تطوير الرياضة المصرية، طبعا كلنا نعلم مدى التقدم الكبير والتحديث الكبير اللي حصل في الرياضة على المستوى العالمي والمستوى الأفريقي والمستوى المصري، فما كان من هذا المشروع أنه يعالج هذا. هذا المشروع بيتوافق مع المواثيق الدولية، هذا المشروع بيشجع على الاستثمار الرياضي، بيدي صلاحيات كبيرة جدا للجامعات العمومية، حاجات كتيرة جدا ومواد كتيرة جدا
تم تطويرها لتتناسب وتبقى وفي نفس الوقت تكون اكثر شفافيه واكثر اتساقا كمان مع المعايير الميثاق الاولمبي المعايير الدوليه، وفي نفس الوقت تكون بتحقق لي اقصى استفاده من الوضع يعني الوضع الحالي في الرياضي في مصر وتحسين البيئه الرياضيه. رفعت سلطات مطار القاهرة استعداداتها لعملية تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى المملكة العربية السعودية، وذلك لأداء مناسك الحج. وقد اتخذت سلطات المطار بكافة الأجهزة والقطاعات والإدارات والشركات العاملة العديد من الإجراءات لتسهيل عملية تفويج حجاج بيت الله الحرام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هي لحظات يرفرف فيها القلب فرحا وشوقا لزيارة بيت الله الحرام حينما تهل علينا أشهر الحج المباركة، فبهذه الوجوه الناضرة والملابس المبهجة تزين مطار القاهرة الدولي بأجواء احتفالية لحجاج بيت الله الحرام أثناء الانتهاء من إجراءات سفرهم لأداء مناسك الحج، وسط استعدادات خاصة شهدتها الصالة الموسمية بالمطار لتوفير كل سبل الراحة لهم. السنة دي بتبقى الحج مختلف شوية، مصدران بتشرف بتنظيم موسم الحج، ده بينظم من مئات مش عايز اقول عشرات السنين واكثر في حجاج بيت الله الحرام. في بعثه بتبقى منتشره موجوده هنا في القاهره، وفي بعثه ثانيه في جده، وفي بعثه ثانيه في المدينه. هذه البعثات من مصر الطيران لاستقبال وتوديع الحجاج. مع الحجاج مجموعه من العلماء المتخصصين، قلنا لهم كما نؤكد خذوا الفتاوى من المتخصص، كما نؤكد على ذلك هنا في مصر وفي كل مكان، نؤكد على الحجاج ألا يسمعوا إلى غير المتخصصين أو من يشددون على الناس. الحاج بمجرد نيته وخروجه من بيته منطلقا إلى الله، إن شاء الله بإذن الله نؤمن له القبول. بلسان ذاكر لله مكبرين وحامدين وشاكرين، تهفو قلوب الحجاج العاشقة لبيت الله الحرام ولزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع دام لعامين بسبب جائحة كورونا، لتعود هذه الفرحة الخاصة التي رسمت على وجوه الحجاج لاستطاعتهم بأداء ركن من أركان الإسلام. هي الفرحة اللي أنا متمناها في أول عمري وآخر عمري، دي الفرحة النهاردة، وبتمناها لكل حبايبي وكل أصدقائي وكل أمة محمد أجمعين. وأنا داخل من باب المطار أنا بكيت لأن أنا نفسي حج من زمان، نفسي أقضي فريضة الحج والركن الخامس في الإسلام. كونك تطلع الحج وكنت محروم منها، وأنا طلعت لي سنة 20 واتحرمت منها بسبب الكورونا، وقلنا قدر الله وما شاء فعل، والحمد لله في 22 بشوف نفس اللي ربنا كتبه لي لقيته في 22. الحمد لله يا رب، فضل ونعمة، بقى طايرة عن الأرض، مش حاسة بنفسي من الفرح، مش مصدقة نفسي إن أنا رايحة، والله العظيم الحمد لله. الواحد طبعا في قمة السعادة والفرحة إنه رايح يزور بيت الله الحرام، وحاجة كان بيتمناها من زمان طبعا، وربنا حققها له بصراحة. فرحانة قوي يعني قوي من قلبي، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، تلبية رددها الحجاج طوال وجودهم بالمطار وسط إجراءات صحية وتنظيمية قدمها مطار القاهرة الدولي للحجاج لتسيير 12 رحلة جوية اليوم للمدينة المنورة وجدة، متمنين للحجاج أن يتقبل الله منهم حجهم ويعودوا بسلام وأمان لأرض الوطن. بمشاعر تملأها الشوق والحنين لزيارة بيت الله الحرام، وبدموع الفرحة تتجسد حالة من السعادة والسرور لأداء فريضة الحج، وتقلع طائرة الحجاج محملة بالأمنيات والدعوات متجهة لأطهر بقاع الأرض ليتضرعوا إلى الله بمغفرة الذنوب واستجابة الدعاء في مشهد ندعو الله أن يكتبه للمسلمين جميعا. محمود جميل، التلفزيون المصري. والآن نتحول إلى وقفتنا الاقتصادية في نشرة التاسعة. نتابع مع الزميلة ميرفت المليجي، أهلا بك ميرفت. شكرا ريهام، شكرا ياسر، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد.
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى لتسجل 9.8 مليار دولار خلال عام 2021، وذلك مقابل 6 مليار دولار خلال عام 2020، بزيادة بلغت 3.8 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها نحو 64.9%. وقد جاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى دول والمجموعة السبع الصناعات الكبرى استيرادا من مصر خلال عام 2021، تليها الولايات المتحدة الأمريكية ثم المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وخلال اجتماعه مع وفد اللجنة الوطنية العقارية السعودية بمشاركة ممثلي 27 شركة من كبرى الشركات السعودية في مجال التطوير العقاري والصناعة والزراعة ومواد البناء، أكد عبد الوهاب أهمية تشجيع الشركات العربية والأجنبية لإضاخة مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية والقطاعات الإنشائية. ونتحول إلى البورصة المصرية والتي أنهت مؤشراتها تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع على تباين، حيث اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء في حين مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع. وقد سجل رأس المال السوقي مستوى 633.4 مليار جنيه، وذلك وسط تداولات بلغت نحو 2.9 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر EGX30 عند مستوى 9439 نقطة، وأغلق عند مستوى 9443 نقطة مرتفعا بنسبة 4%. وقد فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند مستوى 1778 نقطة، وأغلق عند مستوى 1474 نقطة متراجعا بذلك بنسبة 23%. كما فتح مؤشر EGX100 الأوسع طاقا عند مستوى 2629 نقطة ليغلق عند مستوى 2627 نقطة منخفضا بنسبة 9%. نتحول إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصرية. ليسجل الدولار الأمريكي اليوم 18.69 جنيها للشراء و 18.80 جنيها للبيع، اليورو 19.73 جنيها للشراء و 19.85 جنيها للبيع، الجنيه الاسترليني سجل اليوم 22.92 جنيها للشراء و 23.07 جنيها للبيع. وبالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 5.09 جنيها للشراء و 5.12 جنيها للبيع، في حين وصل الريال السعودي إلى 4.98 جنيها للشراء و 5.01 جنيها للبيع. في البورصات منطقة الخليج أغلقت أغلب مؤشراتها على ارتفاع، حيث خفف تراجع أسعار السلع مؤخرا من المخاوف المتعلقة بالتضخم وتوقعات رفع أسعار الفائدة. وقد أنهى المؤشر السعودي تعاملات على ارتفاع بنسبة 1.8%. وفي الإمارات تراجع مؤشر أبو ظبي بنسبة 0.8%، بينما صعد مؤشر دبي بنسبة 0.9%. وفي بورصة الكويت قفز المؤشر الرئيسي بنسبة 1.33%. نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لريهام وياسر، إليكما. شكرا لك ميرفت. أفاد أطباء في منطقة أسام التي اجتاحتها الفيضانات في الهند بوجود حالات من الأمراض المنقولة بالمياه بين السكان المحليين، لا سيما تلك المتعلقة بالجلد. كانت السلطات الهندية قد نشرت طائرات هليكوبتر تابعة للقوات الجوية في الولاية لإسقاط الطعام والإمدادات الأخرى للمجتمعات المعزولة، كما تم نقل ضحايا الفيضانات إلى معسكرات الإغاثة حيث تشارك مختلف المنظمات الحكومية والإنسانية في توفير الرعاية الصحية والمرافق الأساسية بعدما تم تشريد نحو 5.5 ملايين شخص، منهم نحو 3.7 ملايين يقيمون في ملاجئ مؤقتة تديرها الحكومة.
والآن مواعيد الجولة الرياضية. نعود مرة أخرى إلى ميرفت المليجي. إليك ميرفت. شكرا ياسر وريهام، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا، وهذه المرة مع أخبار الرياضة. حقق لاعب منتخب مصر الكاراتيه عمرو علاء الميدالية البرونزية لمنافسات وزن 60 كيلو بعد الفوز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بدورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022. كما حقق أحمد أيمن لطفي لاعب منتخب الكاراتيه الميدالية الثنائية الثانية لمصر في وزن تحت 76 كيلو، وذلك عقب انسحاب المنافس في المباراة. يأتي ذلك فيما حققت ريم أحمد سلامة وأحلام حمدي ميداليتين فضيتين في منافسات الكاراتيه. كذلك فاز منتخب مصر لتنس الطاولة سيدات على الجزائر بنتيجة 3-0 في أولى مباريات الفرق لتنس الطاولة سيدات لتتصدر مجموعتها. كما فاز منتخب الرجال على ليبيا بنتيجة 3-0 في دور المجموعات. فاز المنتخب الوطني للكرة الطائرة للسيدات على نظيره منتخب مقدونيا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في أولى مباريات الفريقين بدور المجموعات لدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا في مدينة وهران الجزائرية. وفي منافسات المصارعة الرومانية تأهل المصري عبد اللطيف منيع إلى نهائي منافسات وزن 130 كيلو جرام، وذلك بعد فوزه على التونسي أمين بونيشي بنتيجة 2-0 في مباراة الدور النصف النهائي، ليضمن بذلك ميدالية لمصر. يلتقي الأهلي الآن مع بيراميدز في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر نسخة 2021، وتشير نتيجة اللقاء حتى الآن إلى تقدم الأهلي بهدف مقابل لا شيء. فاز المصري البورسعيدي على مضيف مصر المقصة بهدفين نظيفين في الجولة 23 من الدوري الممتاز، وبهذا الفوز رفع المصري رصيده إلى 26 نقطة في المركز 11، بينما توقف رصيد مصر المقصة عند 14 نقطة في المركز 17. نهاية أخبار الرياضة وعودة لريهام وياسر، إليكما. شكرا ميرفت. ابتكرت مجموعة من 8 طلاب يدرسون هندسة الطاقة في كلية بمدينة السليمانية شمالي العراق مركبة تعمل بالطاقة الشمسية في إطار مشروع تخرجهم النهائي. وعندما تكون البطاريات مشحونة بالكامل يمكن للسيارة أن تعمل لمدة ساعة ونصف الساعة، وذلك بدون توقف، ويمكن أن تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات في الساعة. وتم تصميم السيارة ليستخدم أعضاء هيئة التدريس في الحرم الجامعي. والآن نتحول للتعرف على أهم أنباء الطقس مرة أخرى مع ميرفت المليجي. شكرا ياسر، شكرا ريهام، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.
وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. ففي القاهرة العظمى 34، الصغرى 23، اسكندرية 31 23، مطروح 30 22، بورسعيد 31 23، اسماعيلية 36 21، السويس العظمى ستكون 35 والصغرى 22، العريش 32 22، طابة 33 21، شرم الشيخ 38 27، الغردقة 39 28، الأقصر العظمى ستكون 41 والصغرى 27، أسوان 42 28، الوادي الجديد 40 26، شلاتين 38 25، وأخيرا حلايب 35 28. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. أشاد حزب أبناء مصر بالقرارات التي تم اتخاذها إدارة الحوار الوطني والخاصة بتشكيل مجلس أمناء لإدارة الحوار الوطني. قال رئيس حزب أبناء مصر مدحت بركات أن الاختيارات التي تمت من قبل إدارة الحوار الوطني تعد اختيارات موفقة نظرا لما يتمتع به أعضاء إدارة الحوار من خبرات سياسية تجعلهم مؤهلين لإدارة ملف هام تسعى من خلاله الدولة للم الشمل ولتوحيد صفوف أبناء الوطن. رحب حزب العدل بإعلان تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني والذي شمل اختيار ممثلين من كافة الأطراف. وأشار حزب العدل إلى أن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني يعبر بشكل حقيقي وجاد عن التنوع السياسي للقوى الديمقراطية المصرية، مؤكدا تطلعه لبدء جلسات الحوار الوطني. كما رحب حزب الشعب الديمقراطي بإعلان إدارة الحوار الوطني التشكيل الكامل لمجلس أمنائه. وفي بيان له أكد الحزب أن مجلس أمناء الحوار الوطني والذي ضم كفاءات علمية وسياسية وطنية ينبئ عن أنها تمتلك من المقومات التي يجعلها تقوم بما كلفت به من مهمة وطنية هامة. انتهت نشرة الأخبار وإليكم أهم ما جاء فيها من أنباء. الرئيس السيسي يشهد أداء حلف اليمين لرؤساء محكمة النقد ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة. إدارة الحوار الوطني تعلن التشكيل الكامل لمجلس الأمناء.
قمة مجموعة السبع تؤكد التزامها بالوحدة في دعم أوكرانيا مالياً وسياسياً وتفرض عقوبات جديدة ضد روسيا. وصلنا إلى ختام نشاط التاسعة، ولكن برنامج التاسعة لازال يتواصل مع يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف. مساء النور يا ريهام. مساء الفل يا ياسر، عاملين إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله. يبدو أن النهاردة اليوم حلو بصراحة من الأخبار اللي بتتقال، في مواضيع كتير. مواضيع كتيرة وحلوة كتيرة ومبشرة وتنبئ بكل خير الحقيقة. اتفضل. بالتوفيق يا ميسر الحال. أشكركم جدا، واستأذنكم نبدأ فقراتنا.